ومناسب، خاصة في ظل الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية حاليا. علاقات التقارب الاستراتيجي مع روسيا من شأنه مساعدة مصر على فتح آفاق جديدة لتنويع علاقاتها الدولية، إذ تحمل تلك الزيارات دلالات استراتيجية تؤكد مدى ثقل البلدين وقيادتهما ورغبتهما في استعادة العلاقات التاريخية بينهما. تلك العلاقات الوطيدة ذات الجذور التاريخية والتي يمر عليها في شهر أغسطس الحالي 66 عاما. وخلال محادثات القمة مع الرئيس بوتين، أكد الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على إقامة منطقة صناعية روسية كجزء من المشروع الجديد لقناة السويس والذي سينفذ خلال عام. كما أكد الرئيس السيسي على أهمية العلاقات المصرية الروسية، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين وتطوير تلك العلاقات الثنائية. من جانبه قال بوتين إن بلاده ستزيد صادراتها من القمح لمصر بما لا يقل عن 5 ملايين طن، وأن القاهرة مستعدة لزيادة إمداداتها من السلع الزراعية إلى روسيا بنسبة 30%. الرئيس الروسي أكد أيضا أنه اتفق مع الرئيس السيسي على توسيع التعاون العسكري وزيادة صادرات مصر الزراعية ودراسة منطقة للتجارة الحرة. وتسعى روسيا إلى إقامة علاقات استراتيجية بعيدة المدى مع مصر بما يحقق لها عودة قوية لمنطقة الشرق الأوسط، فيما تسعى مصر إلى توثيق علاقات مصر بروسيا في تحقيق توازن سياسي في علاقات مصر مع الدول الكبرى بما يصب في تحقيق مصالح البلاد من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني. نرحب مرة تانية بضيفنا الأستاذ طارق البرديسي الباحث في النظم السياسية. أستاذ طارق مرحبا بك. دايما لما بنتكلم على أي زيارة لرئيس الجمهورية بنتكلم عن التوقيت الخاص بزيارة الرئيس السيسي لروسيا، خاصة هو زارها قبل كده وهو في منصب آخر لما كان وزير الدفاع، كيف ترى توقيت؟ يعني نعم، كما تفضلتي هي الزيارة الثانية في هذا العام. الزيارة الأولى زارها عندما كان وزير للدفاع وقائدا عام للقوات المسلحة، وهذه الزيارة الثانية لي وهو رئيس للجمهورية. بتعتبر أول زيارة لدولة أجنبية، كان في زيارة قبل كده للمملكة العربية السعودية وزيارة للجزائر، ولكن دي أول زيارة لدولة أجنبية. التاريخ مهم جدا لأنه يعني لحظة تاريخية فارقة سواء بالنسبة لروسيا الاتحادية أو بالنسبة لمصر. يعني عايزين نقول ما أشبه الليلة بالبارحة، يعني في الخمسينيات القرن المنصرم كان في ذلك التعاون ما بين الجمهورية العربية المتحدة وما بين الاتحاد السوفيتي. الجمهورية العربية المتحدة بقت مش عربية متحدة، بقت رجعت تاني مصر. الاتحاد السوفيتي الله يرحمه بقى روسيا الاتحادية. بتتبدل المواقف وبتتبدل وتتغير المصالح، ولكن أيا ما كان الأمر احنا الجانب المصري يهمنا المصلحة المصرية الحقيقية التي تدور وجودا وعدما حول عهد جديد، حقبة جديدة، ليس كلاما إنشائيا وإنما كلام واقع يستند إلى ما هو موجود على الأرض. بيتمثل في الآتي، يتمثل في أن هذه الحقبة التاريخية أتصور تصوري الشخصي أنها تدشين لنواه جديدة في السياسة الخارجية لجمهورية مصر العربية. هذه السياسة الخارجية تنعتق من الكماشة الأمريكية. الكلام بقى قديم خلاص وعاف عليه الزمن، حكاية أوراق 99 من أوراق اللعبة في يد الولايات المتحدة الأمريكية. لا، بقى على متعدد الأقطاب مصر تولي وجهة شطرة دول مهمة، منها روسيا الاتحادية، منها بعد كده إن شاء الله هيبقى فيه الصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا. أتصور أنه هذه هي المرحلة الفارقة في التاريخ المصري، تتحرر السياسة الخارجية، لأن السياسة الخارجية كما هو معروف في علم النظم السياسية المفروض أنها تقوم للدولة ذات السيادة، تقوم على الاستقلالية، تقوم على التوازن والاتزان. لن يتحقق التوازن والاتزان ولن تتحقق تلك الاستقلالية إلا بهذا الموقف المصري اللي بيدور على مصلحته. وده يعني عايز أكد على نقطة مهمة جدا، أنه في بعض المحللين والكتاب يعني بيقعوا فيه، بيتصوروا أن ده نوع من رد الفعل تجاه السياسة الأمريكية. أنا أتصور أن ده أمر فيه مغالاة ومبالغة، ده مش رد فعل. لا، كل دولة من حقها أنها تدور على صالحها وعلى مصالحها. مش معنى أن العلاقات متوترة مع الولايات المتحدة الأمريكية أن احنا إيه وكأن دي سياسة رد فعل لمصر بتولي وجهها قبل روسيا الاتحادية. لا، العلاقة وثيقة واستراتيجية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين جمهورية مصر العربية، ولكن الحاصل أنه مصر يعني بتوسع خياراتها، توسع الخيارات الموجودة، تقيم هذه العلاقات
لأنه الدولة التي تستاهل أن يطلق عليها دولة ليست هي دولة العواطف ولا دولة الشعارات ولا حتى دولة المبادئ، وإنما هي دولة المصالح. وفي مصلحة مهمة جدا، طالما احنا بدأنا بالشكل وبالتوقيت التاريخي، إنه في ضغط كبير على روسيا الاتحادية بيتمثل في تلك العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الاتحاد الأوروبي، أيضا هذه العلاقة المتوترة بعض الشيء ما بين مصر وبين الاتحاد الأوروبي وما بين الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد 30 من يونيو. إذن طالما هناك هذا التوتر، إذن من المنطقي للدولتين أن تسعيا إلى مصلحتهما. إزاي؟ أنه يحصل ذلك التبادل، سواء كان التعاون الاقتصادي يحصل ذلك التبادل أو التعاون العسكري. طب أنت شايف قراءة أمريكا، شايف قراءة مختلفة؟ يعني الصحافة الأمريكية، كنا لسه بنتكلم قبل ما تيجي حضرتك مع الأستاذ أشرف في جولة الصحافة، الصحافة الأمريكية بتقرأ الموضوع بصورة مختلفة، تقرأ أنه السيسي رفض دعوة أمريكا وقبل دعوة روسيا في هذا التوقيت، فبالتالي هناك اتجاه للمعسكر الشرقي على حساب المعسكر الغربي، هناك اتجاهات مختلفة، ويمكن كمان الرد كان واضح من تقرير هيومن رايتس ووتش عشان ننشغل بالجبهة الداخلية من جديد. نقطة مهمة جدا وفي غاية في غاية الدقة فعلا، تقرير يعني الهيومن رايتس ووتش في هذا التوقيت وهذه الزيارة، زيارة الرئيس السيسي لروسيا، هل ده يعني هل توجه لمصر الشرق وروسيا الاتحادية على حساب علاقتها مع الغرب؟ أتصور لا. يعني إن كانت هذه بعض يعني الآراء للخبراء والكتاب الأمريكان، أيضا بقى على رأس يعني رئيس الجمهورية نفسه، رئيس الدولة باراك أوباما في حديثه مع نيويورك تايمز مع الكاتب المعروف توماس فريدمان، أكد أنه العالم أصبح مختلف، وأكد على نقطة في غاية الأهمية وموضوعنا طالما بنتكلم عن السياسة الخارجية المصرية، أكد أنه الولايات المتحدة الأمريكية دولة قوية مفعمة بالحيوية، ولكن سياستها الخارجية سياسة بروكن، يعني سياسة رعناء، سياسة مكسورة، سياسة فيها مشاكل. وقال انه في يعني ما بعد الحرب العالمية الاولى بينتهي، سايكس بيكو بينتهي، بيندم على تورطه في اللي حصل في العراق وافغانستان، بيندم على تورطه مع الناتو في اللي حصل في ليبيا، وقال لك كنا نعرف هذه النتائج لما تدخلنا، بيتنظر وبيقول هو القوات الامريكية يعني هتخش القوات الجوية تحارب مع المالكي، يعني في اعادة صياغة العلاقات الخارجية والعلاقات الدولية، وفي عالم جديد متعدد الاقطاب، ولكن في النهاية النظرة الحقيقية الواقعية بتؤكد أن العلاقات استراتيجية وثابتة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين مصر، ولكن يعني هي ظروف هي ظروف، هذه ظروف هي ظروف طارئة زي ما قلنا واتفقنا أنها بتضغط على مصر بحيث أنها تخليها توسع كما تفضلتم، توسع خياراتها وتوسع علاقتها مع الخارج العالم الخارجي، وخاصة مع هذه الدول المهمة، دول البريكس، دول زي ما عارفين حضراتكم الهند وروسيا دولة مهمة في دول البريكس، يعني تمام من أهم الدول. هي مصر التاسعة جيدة تكون الدولة الستة في بريكس، يعني عشان اعتقد مصر مؤهلة لده، بس لسه قدامنا خطوات وخطوات في بريكس يعني. لكن في يعني احنا عندنا الدولة المهمة دي روسيا الاتحادية 30-40% من التجارة في هذه المنظمة او في هذا التكتل، يعني بتسيطر عليه روسيا. عايز اقول انه الجانب التجاري مهم جدا، طالما في هذا الحظر من قبل الاتحاد الاوروبي ومن قبل الولايات المتحدة الامريكية، اذا في فرصة بقى سانحة لمصر. طيب يعني هنا خلينا نتكلم عن الاقتصاد تحديدا، والزيارة بالاضافة الى العلاقات الخارجية والسياسة الخارجية فيها جانب اقتصادي كبير فيما يتعلق بأن يكون في منطقة صناعية روسية في المشروع الجديد الخاص بقناة السويس، التعاون في مجالات التبادل التجاري وغيره من المجالات. هذا التعاون كيف سيدعم الاقتصاد المصري، خاصة في مرحلة نحن في أشد الحاجة فيها لدعم الاقتصاد؟ يعني التعاون سيدعم الاقتصاد المصري دعما يعني كبيرا وضخما، بيتمثل كما تفضلت في مشروع قناة السويس، في كما أعلن هيبقى في منطقة صناعية روسية في محور قناة السويس، أيضا يعني الموقف الأمريكان لما نتذكره من يعني سحبهم لدعم السد العالي، وموقفهم وموقف البنك الدولي انهم مسيطرين طبعا بشكل كبير على البنك الدولي، وهذا الموقف يعني تجاه مصر في خمسينيات القرن المنصرم، ايضا موقف متجدد وكانه موقف طيب يعني ايه متجدد. نستأذنك بس نقف بس نشوف الجديد في روسيا مع زميلتنا ايات عبد اللطيف متواجده هناك. صباح الخير يا ايات. ايات، الجديد لديك في الاجنده الرئيس النهارده، ايه الجديد لديك في هذه الزياره الهامه بعد ما خلصت يوم مفعم امبارح بالاحداث بالامس؟
مع سيدة الرئيس الآن في طريقه إلى القاهرة، وبالأمس انتهت فعاليات اليوم ولقاءاته مع رئيس فلاديمير بوتين. كانت هناك قمة ثنائية بين الرئيسان وأيضا عدة جولات خلال القمة تم التطرق للعلاقات الثنائية خاصة العلاقات الاقتصادية. نعم. كان هناك اهتمام بضرورة الدخل المزيد من الاستثمارات الروسية في مصر، وأيضا مثل المساهمة الروسية في المشروعات التنموية الكبرى. وتطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي لوجود منطقة تجارة حرة بين دول الأورو متوسطي ومصر، وأيضا إنشاء منطقة صناعية في يعني منطقة مشروع تنمية محور قناة السويس. هذا بالإضافة إلى طبعا التطرق إلى المجالات الأخرى بالنسبة للعلاقات الثنائية. وكانت هناك يعني الجانب الاقتصادي أو الشق الاقتصادي كان له المحيط الأكبر من المحادثات، وأيضا ما أكد عليه الرئيس فلاديمير بوتين بضرورة زيادة الشراكة التجارية خلال الفترة المقبلة، وأن تكون السوق المصرية السوق الروسية الفترة المقبلة سوق للمنتجات الزراعية، خاصة بعد الأزمة التي أو المندلعة بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية أزمة أوكرانيا، والتي على خلفيتها صدر قرار من الرئيس الروسي في حظر الاستيراد هذه المنتجات من دول أوروبا. إضافة إلى هذه العلاقات الثنائية كانت هناك يعني تصدرت أيضا المباحثات القضايا الإقليمية خاصة الأزمة الفلسطينية وملف سوريا وليبيا والعراق. الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس أبدأ ارتياحه الشديد للمحادثات، لأن الموقف الروسي جاء متوافق بل متطابق على حد قول الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة للرؤى تجاه هذه الملف. طرفين يؤكدان على وحدة كل دولة وعدم التدخل في شؤون هذه الدول. بالأمس كانت هناك عدة جولات، بالطبع جولة في القرية الأولمبية والتي تمت أو شهدت الدورة الأولمبية خلال هذا العام في طب آيات في أي اتفاقيات تم توقيعها أو أي شيء غير اللي احنا شفناه ده الاتفاقيات؟ هل في اتفاقيات وقعت؟ هل في بروتوكول وقع أي حاجة من الحاجات دي؟ لا، هذه هي الاتفاقيات التي تم إجرامها سواء في خاصة في المجال الاقتصادي، هي اتفاقيات في المجال الاقتصادي ووضع ملامح بعض الملامح النهائية لعدد من صفقات التسويق. آيات نعم اتفضلي سامعيني اتفضلي. كانت هذه هي الاتفاقات الاتفاقيات التي إجرمت هي عن التعاون الاقتصادي. ربما كانت تكلم في هذه الجولة عن هذه الاتفاقيات الخاصة بدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين ووضع الملامح النهائية لعدد من يعني الاتفاقيات التي تخص التعاون العسكري أو فيما يتعلق بصفقات التسويق. شكرا جزيلا ليكي زميلة آيات عبد اللطيف المتواجدة ومرافقة للسيد رئيس الجمهورية في زيارته لروسيا والتحديد في سوشي. شكرا جزيلا عليك أستاذ طارق. وكنا بنتكلم عن المجال الاقتصادي، لكن خلينا نروح لنقطة أخرى فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والاتفاق الروسي مع وجهات النظر المصرية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. يعني كيف ترى الدعم في هذا المجال تحديدا؟ يعني فكرة الإرهاب والأحداث اللي بتتعرض لها مصر في هذه الفترة، كيف يمكن أن يكون هناك دعم روسي في هذه النقطة بالتحديد؟ ده هو دعم بيكون شكله دعم سياسي في الأساس أو تدعيم للقرارات الصادرة من السلطة المصرية، أم كيف يكون شكل جميل الدعم؟ يعني هذا الدعم فعلا يعني له أشكال متعددة، ولكن ما نود التأكيد عليه هنا في هذا الخصوص هو ذلك التوافق والانسجام بل التطابق ما بين وجهتي النظر المصرية والروسية فيما يتعلق بمجابهة ذلك الإرهاب، في العدوان على غزة، في تسوية المسألة الليبية، في الشأن السوري، في تسوية الشأن العراقي. كل هذه المسائل تكاد تكون وجهات النظر متطابقة ما بين الجانبين الروسي والمصري. تستطيع روسيا الاتحادية أن تدعم مصر
سياسيا تستطيع أن تدعمها حتى فيما يتعلق بالناحية العسكرية. لا يخفى أن هناك كان في مبادرة 2+2، يعني وزارة وزيري الدفاع والخارجية بالنسبة لكل البلدين تمام في شهري فبراير ونوفمبر الفائتين، كان في ذلك التعاون. تواجد في الفترة الأخيرة مدير المخابرات الروسية ووزير الدفاع ووزير أيضا الخارجية للتأكيد على هذه يعني الصفقات العسكرية وذلك الدعم العسكري لمصر. أيضا الدعم العسكري يعني بيرفع من قدرات مصر وبيوسع الخيارات، وده مهم جدا ان احنا لا نعتمد على تمام فكرة التنوع، فكرة مهمة. هذا التنوع نجده في الاقتصاد، نجده في العسكرية، نجده في كل مجال، مهم جدا. يعني فكرة التنوع تعطي للدولة مزيدا من القوة وفرص وخيارات. ولكن إذا ما عدنا إلى نقطة يعني الدعم العسكري، في مثلا مقاتلات الميج 29، في بعض يعني الأنظمة أنظمة صاروخية مضادة للسفن البحرية، أيضا في بعض الطائرات اسمحوا لي يعني طائرات سخوي 35، ولكن في طائرات هليكوبتر عادية طراز مي 25 و28، هذه من الممكن أن تكون بديلا عن طائرات الأباتشي التي احتجزتها الولايات المتحدة الأمريكية. كان المفروض أن مصر ودتها عشان الصيانة واحتجزتها الإدارة الأمريكية. هذا النوع من الطائرات قد يكون بديلا عن الأباتشي، وقد يكون يعني نافعا ومجديا جدا في مجابهة الإرهاب. ونقطة الإرهاب يا سستاري كان في تأكيد عليها أن مصر من جانب الروسي، مصر نجحت تماما في هذه النقطة، ومصر وروسيا بتؤكد وبتثني على دور مصر في مكافحة الإرهاب، وأن هي بتدعم كمان الخيارات، أي خيارات مطروحة لدعم الإرهاب أو مكافحة الإرهاب في مصر بشتى الطرق، وأن روسيا جاهزة لتدعيم مصر في هذا المجال. جميل. شايف نقطة الإرهاب دي ما بين قوسين عاملة إزاي؟ نقطة الإرهاب نرجع تاني ونؤكد على ذلك التطابق ما بين وجهتي النظر الروسية والمصرية، خاصة أن التطابق كان واضح في كل الملفات يعني. في كل الملفات، لكن في هذه النقطة تحديدا طبعا في تاريخ طويل لروسيا مع الحرب في أفغانستان، ليها يعني باع وذراع في هذا المجال. أستطيع القول أن مصر ممكن تستفيد من هذه التجربة وهذه الخبرة الروسية. أيضا يعني بنؤكد على عمق العلاقات التاريخية مش العسكرية بس، وأيضا الاقتصادية التي بتمتد إلى نحو يعني 70 عام، أو تحديدا يعني 66 عاما. هذا العمق في العلاقات الاستراتيجية ما بين البلدين، نتذكر أنه في عام 1947 كان في ذلك التبادل ما بين روسيا وما بين مصر. مصر كانت بتستفيد وتاخد من الاتحاد السوفيتي بقى في وقتها، كانت بتاخد الحبوب والأخشاب، وكانت الاتحاد السوفيتي كان بيقبل على شراء القطن المصري يعني الطويل التيلة المعروف. في هذا التوقيت بقى استطيع برضو يحصل هذا التبادل التجاري، مصر تستطيع أن تصدر الخضروات والفاكهة بديلا عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وفي المقابل تستطيع أن تأخذ الصفقات الكبيرة. يعني ده يمكن كان سؤالي التالي لحضرتك، فكرة يعني الاستفادة بالنسبة لمصر كبيرة سواء المجال العسكري أو الاقتصادي، لكن الجانب الروسي دائما بينظر أيضا لروسيا على أنها دولة قوية، ما الذي ستستفيد من مصر بالإضافة طبعا لما ذكرته من قبل من فكرة يعني ما يحدث لها من تضييق الخناق من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟ تمام. وتضييق الخناق زي ما اتفقنا على مصر وعلى روسيا الاتحادية، إذن التعاون وثيق في شتى المجالات. وعايز أكد أنه يعني هذا التعاون لما نيجي نقصله بقى، في اتفاقية للتعاون الاستراتيجي ما بين روسيا الاتحادية وما بين جمهورية مصر العربية في سنة كام؟ في سنة 2009 أيام الرئيس مبارك 2009. ما أحدث بعد ذلك هو يعني تفعيل لهذه الشراكة، لذلك التعاون الاستراتيجي سواء في زيارات. بس التوثيق الأساسي استطرق سنة 72، التوثيق الأساسي قبل ما اطردوا في سنة 72 كان في توثيق أساسي بالنسبة للتبادل، حتى تبادل الحربي تاريخيا يعني. طبعا تاريخيا من 56 الخمسينات. من الخمسينات، وخاصة في أواخر الرئيس عبد الناصر تألق وازدهر، وفي بدايات الرئيس السادات، ولكن بقول في فترة قبل ما يطردوا سنة 72 قبل ما يتم طرد فعلا الخبراء السوفيت في 72، عشان مصر تبان للعالم انها بتخوض يعني التجربة بسواعد أبنائها. ولكن خلينا في هذا العصر القريب، الفترة القريبة 2009، فيها ذلك التعاون الاستراتيجي الوثيق ما بين يعني الإدارة الروسية ومصر في ذلك الوقت، ده يعني تفعيل لهذا التعاون الاستراتيجي. وأيضا غير التفعيل، نشوف مع بعض يعني الميزان التجاري، نجد
انه حجمه في 2012 حوالي 4 مليارات، في 2013 بيتراجع مليار بيبقى 3 مليارات، السنه دي بقى النصف الاول من 2014 بيصل الى 2 مليار ونصف. اذا في زياده واضح عن، بس هو في خلل في ميزان المدفوعات، في خلل هم احنا نص مليار وهم 2.7 من 10 مليار دولار، تمام. الخلل كبير جدا في ميزان المدفوعات، الخلل طبعا كبير. طبعا القمح هو هو المسيطر وهو العمده، مصر طبعا اكبر دوله يعني مستورد القمح، هم اكبر دوله منتجه للقمح في العالم، تمام. لكن في النهاية التبادل التجاري له أفاق واسعة ورحبة أيضا في قطاع الطاقة وفي قطاع النقل وفي قطاع السيارات، أيضا الاستفادة من هذه الخبرة التكنولوجية العريقة في هذا المشروع القومي الكبير. دائما احنا كنا بنقول احنا المصريين عايزين مشروع قومي، ليه المصريين مش مجتمعين على مشروع قومي ودائما نتغنى بالسد العالي كمشروع ضخم عملاق قومي التف حواليه المصريين وشدوا الحزام؟ ها هو ذا مشروع قومي جديد، مشروع محور قناة السويس 2. مصر تستطيع أن تستفيد من التجربة والخبرة التكنولوجية الروسية في هذا المشروع الضخم. طيب يعني الولايات المتحدة الأمريكية كيف يمكن أن يكون موقفها في ظل يعني رؤيتها لهذا النوع من أنواع التقارب الروسي المصري، خاصة مع يمكن مع تاريخ من العلاقات أيضا مع الولايات المتحدة تذبذب بعد ثورة 30 من يونيو، كيف يمكن أن تتعامل بعد ذلك؟ يعني الخارجية الأمريكية ونائبة يعني المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أكدت على أنه التعاون استراتيجي وثيق ما بين مصر وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت أن مصر حرة في إقامة يعني علاقات متعددة مع أي يعني دول تراها. ففي النهاية يعني عايز أقول أنه يعني الفكر الحقيقي وبعيدا بقى عن يعني يبان كده للوهلة الأولى أو شيء من السطحية وتسطيح الأمور أو البساطة أن ده على حسابات العلاقات الأمريكية، لا ده مش على حسابات العلاقات الأمريكية، العلاقات الأمريكية المصرية والعلاقات الأمريكية العربية عامة علاقات وثيقة واستراتيجية، ودي فترة يعني فترة مؤقتة، ولكن إذا يعني ما فرقنا ما بين ما هو مؤقت وما بين هو ثابت ودائم فده اللي حاصل، ده يعتبر يعني شيء مؤقت. لكن التسليح الجيش تسليح أمريكي، ويعني نسبة التسليح الروسي موجودة ولكن مش زي التسليح الأمريكي، وإذا أرادت مصر أن تستبدل السلاح الأمريكي بالسلاح الروسي ستأخذ 5-7 سنوات، فإذا الموضوع مش بهذه البساطة. العلاقات وثيقة، وأكد أكتر من شخصية يعني رسمية ومسؤولة عمق هذه العلاقات الاستراتيجية ما بين مصر سياسة كده، مفيش مشكلة ان انت يبقى في ذلك، نرجع تاني للتوازن، سياسة المصالح، مكان المصالح اللي بتتوجه لها، سياسة المصالح وسياسة مصر الجديدة المفروض انها بترتكز على مقومات اساسية ملامحها، اهم ملامحها ايه؟ الاستقلال، استقلال السياسة الخارجية، استقلال السياسة الخارجية وانعتاق مصر من السيطرة الامريكية لن يتحقق الا بتعدد هذه العلاقات الخارجية لمصر مع دول كثيرة ومنها الدولة المهمة دولة روسيا الاتحادية. أكيد أكيد. شكرا لك أستاذ البرديسي الباحث في النظم السياسية، شرفتنا بهذا الحوار، شكرا جزيلا لك، إن شاء الله نتواصل في فترات لاحقة بإذن الله في حوارات مختلفة. شكرا جزيلا لك، وخلونا نتابع أبرز الأنباء الاقتصادية.